الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم وأحييكم في هذا المجلس العطر من مجالس السيرة النبوية الذي أسعد فيه بصحبة كل من الفاضلين الدكتور الخميسي بزاز عن يميني. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك أخي حمزة، سعداء بتجدد اللقاء وبتواصلنا في هذا العدد، ونحن دائما أسعد بهذه المجالس وبهذا الحديث. الله يسلمك. وكذلك سعداء بالدكتور بالأستاذ مسعود مياد إمام خطيب الجامع الكبير. أهلا وسهلا بك شيخنا. أهلا وسهلا أستاذ حمزة، سعداء بتجدد اللقاء وسعداء بتدارس سيرة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن أسعد بهذه المجالس الطيبة والمباركة إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. إذن مشاهدينا الكرام، في هذا العدد من مجالس السيرة النبوية نتوقف عند مدرسة الحج من النبوة إلى يوم الناس هذا، لنتحدث عن نقاط كثيرة عن رحلة الحج باعتبارها رحلة مدرسة. نتحدث عن أبرز الفروق بين حج البارحة واليوم والدروس والعظات من مدرسة الحج. في بداية الحديث دكتور الخميسي بزاز، نتوقف عند مدرسة الحج، هذه الرحلة التي تحمل في ثناياها وفي طياتها الكثير من الدروس والعبر. بارك الله فيك أستاذ حمزة. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، تحية لك أستاذ حمزة، تحية للأستاذ مسعود، وتحية للإخوة والأخوات المشاهدين الأفاضل، نحيي الجميع فنقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ حمزة، في هذه الدنيا أحيانا مواقف تغير مسارات أناس، وقد تغير بعض الأحداث مسارات أمم. رب العالمين جعل هذه الرحلة، رحلة الحج، واحدة من المحطات التي بإمكانها أن تغير مسار الناس بسبب هذه الرحلة الاستثنائية التي جعلها الله عز وجل فرضا على الإنسان مرة في العمر لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. هل الحج مدرسة؟ نعم، الحج مدرسة عظيمة جدا، لأن المدرسة هي الفضاء الذي يتعلم فيه الناس، والحج فضاء رحب لتعلم كثير من المعاني التي يحتاجها الإنسان، يحتاجها في خاصة نفسه، يحتاجها وهو يرقب مشهد التاريخ الذي تعاقب على تلك البقاع. هذه المدرسة أيضا يلحظها الإنسان وهو يراقب واقع هذه الأمة ويستعرض تاريخها من ذلك الزمن البعيد الممتد جدا إلى وقت سيدنا إبراهيم عليه السلام، لأن الناس يذهبون إلى الحج بسبب ذلك النداء الذي ارتفع ذات يوم في أرض صحراء لا ناس فيها ولا حياة. رب العالمين طلب من الخليل إبراهيم عليه السلام أن يؤذن ليدعو الناس إلى الحج، فسيدنا إبراهيم عليه السلام يقول رب العالمين: يا ربي، كيف أؤذن في هذا الفلات؟ من يسمع هذا النداء؟ أن للناس أن يسمعوا نداء رجل ينادي في واد غير ذي زرع،
في مكة المكرمة، ولا يومها لم كانت قفرا لم يكن فيها حياة، فقالوا رب العالمين بأنك تؤذن والله عز وجل هو الذي عليك الأذان وعلينا البلاغ. فالذين يستجيبون، كل إنسان يستجيب إلى نداء الحج، إنما يستجيب لذلك النداء الذي بعثه إبراهيم عليه السلام ذات مرة ذات عام في مكان لم تكن فيه حياة. وهذا البيت الذي لم يكن عامرا وأصبح الآن يشهد أكبر تجمع بشري يمكن أن يحدث في الدنيا، إنما هو أيضا استجابة إلى ذلك الدعاء الذي دعاه إبراهيم عليه السلام. وهذه الأمة التي تتبع هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أيضا في وجه من وجوه هذا المشهد نحن أيضا بحضرة استجابة دعاء نبي كريم دعا الله عز وجل أن يبعث من ذريته من يعلم الناس ويزكيهم، فكان مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الحج مدرسة بكل هذه المعاني، بمعاني التاريخ، بمعاني النصوص، بمعاني الواقع، بمعاني الرسائل التي يبعثها الحج في ذواتنا كبشر كأنفس، ولكن ما يبعثه الحج أيضا في هذه الأمة من رسائل حتى تعرف قدرها ومكانها عند رب العالمين، وما ينتظرها أيضا من رسالة شهود تؤديها في العالمين. شكرا دكتور الخميسي بزاز. أستاذ مسعود بيات، باعتبار أن هذه الرحلة رحلة مدرسة تحمل الكثير في طياتها، فما هي أبرز الفروق بين حج الأمس وحج اليوم، حج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحجنا اليوم، حج أبينا إبراهيم وحجنا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لك أخي حمزة، وتحية للدكتور الخميسي وللمشاهدين والمشاهدات، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حقيقة الكلام عن هذه الفروق إن وجدت بطبيعة الحال لعله يلفت نظرنا إلى قضية مهمة وهامة جدا، وهي أن تلك الشرائع التي تعبدنا الله عز وجل بها منذ مجيء نبينا صلى الله عليه وسلم أنها لا تتغير وأنها لا تتبدل. تلك العقائد، تلك أصول العبادات، تلك الأخلاق، فهي واحدة ثابتة لا تتغير. قد تتغير بعض الأحكام انطلاقا من تغير بعض الأحوال أو العوائد أو الأشخاص أو غير ذلك، وإلا فالأصل أن هذه من الثوابت. فشريعة الحج، شعيرة الحج، والصلاة والزكاة، أركان الإسلام إجمالا، لا تتغير في أدائها، في أهدافها، في مقاصدها، في شروطها. وإن تغير الزمان، وإن تغير المكان، وإن تغيرت الأجيال، لأن هذه النصوص ثابتة والقرآن الكريم ثابت والسنة النبوية ثابتة، فلا تتغير ولا تتبدل. فالحج عندما نتكلم عن الفرق في هذه الرحلة المقدسة وفي هذه الرحلة التي تشرئب لها الأعناق وتهوى لها الأنفس، نجد أن جوهرها وروحها وشرائعها وشعائرها وأشواقها هي واحدة. نعم، قد تغيرت في ظاهرها، في الانتقال إليها، في سهولة ويسر أدائها، وإلا فإن الجوهر جوهر واحد، والمقصد مقصد واحد، والأركان أركان واحدة، والشرائع شرائع واحدة، أو الشريعة شريعة واحدة، والدروس التي نتكلم عنها هي دروس واحدة، كما تعلمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يؤدون هذه الشعيرة، نتعلمها نحن كذلك ونحن نؤدي هذه الشعيرة. ف ننهل من هذه المدرسة ونتعلم من هذه المدرسة مثل ما تعلم منها
أول جيل تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا البون الشاسع والفرق الشاسع في كيفية الأداء من الناحية المادية في يسرها وفي غير ذلك. فعندما نتكلم عن بعض هذه الدروس التي سوف نفصلها تفصيلا، فكما تعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد وأعلنوا وتعلموا التجرد وأتوا به، وتعلموا التضحية وأتوا بها، وتعلموا الاقتداء والاقتفاء وأتوا به، فكذلك نحن نتعلم من هذه الدروس نفسها ونستفيد منها، وعلى قدر إدراكنا لمعانيها ومغازيها يكون تأثيرها في سلوكنا بعد ذلك، يكون تأثيرها في حياتنا بعد ذلك. لأننا عندما نتكلم عن المدرسة، الأصل أن الذي يدخل المدرسة أي مدرسة كانت، مدرسة صيام، مدرسة حج، مدرسة صلاة، مدرسة قيام، مدرسة قرآن، وكل هذه مدارس تعلم وتربي وتهذب وتقرب الإنسان من خالقه ومن رازقه، الأصل أننا عندما ندخلها أننا نخرج منها بغير ما دخلنا، بهيئة غير التي دخلناها، بسلوك غير الذي دخلنا به، بقناعات غير التي دخلنا بها، بإيمان غير الذي وهكذا كلما ندخل ونجدد دخولنا في هذه المدارس يتجدد إيماننا وتتجدد قيمنا وأخلاقنا وسلوكاتنا، وتتهذب ألسنتنا وتتهذب جوارحنا، وتنضبط كل هذه النعم التي حبانا الله عز وجل بها انطلاقا مما تعلمناه من تلك الدروس، أما مما تعلمناه من هذه المدارس. أما إذا كنا ندخل منها ونخرج منها ولم يتغير فينا شيء، فليس العيب في هذه المدرسة أنها تغيرت، وإنما نحن الذين أصبحنا لا نستوعب تلك الدروس. لعل الفرق بين حج اليوم وحج البارحة أو حج الأمس أو حج أسلافنا هو أن حج اليوم ربما أصبح يأخذ نوعا من البهرجة، ونستسمح آبائي وإخواني والذين يعني هم حريصون على أداء هذا الحج، فنحن لا نعني بذلك أي شخص، ولكن ما ينبغي أن تظهر أو أن تبرز مظاهر أستطيع لست أدري بماذا أسميها، مظاهر التفاخر أو مظاهر الرياء أو مظاهر شراء الأسماء أو مظاهر السياحة، تغيير الأجواء على المقصد الحقيقي الذي هو عبادة الله. هذه عبادة كما أننا مطلوب منا أن نراعي فيها الإخلاص، وأن نراعي فيها التجرد، وأن نراعي فيها النية، فكما راعى أسلافنا وآباؤنا الذين نقلوا إلينا هذه الشرائع، نقلوا إلينا هذه العبادات، علينا أن نراعي كذلك في هذا الحج الذي نؤديه هذه المعاني، معاني التجرد، معاني الإخلاص، معاني تجديد النية، بعيدا عن كل مظهر من مظاهر، بعيدا عن كل مظهر من المظاهر التي قد تبعث على غير ذلك مما نراه ومن ما نسمع. لا مانع من أن تحج مرة واثنين وثلاثة وأربعة إذا فتح الله عز وجل عليك، وقد حج العلماء وكرروا الحج أكثر من مرة، ولكن أن يكون الحج من أجل الحج، وأن يقال أن فلان حاج، وأن يحرص على أن يظهر حجه في إحرامه أو في طوافه بمثل هذه الوسائل المتاحة، علها الذي يخشى علها قد تنقص من النية، وقد تنقص من الإخلاص. ولكن تخيل أخي حمزة أن الإنسان يصلي ثم يحرص على أن يظهر صلاته للناس، فنفس الأمر، الحج عبادة نراعي فيها الإخلاص مثل ما نراعيه في الصلاة، تصوم نراعي الإخلاص في صيامنا كما نراعي الإخلاص في حجنا، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. بمعنى قد يكون المنطلق لله، ثم إذا خالطته شيء أو خالطه شيء من الشرك، شيء من الرياء، فيترك الذي كان أوله لله مع الذي كان آخره لغير الله، يترك الكل. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كما أننا لا نتصور أن يرأي الإنسان ربما في صيامه أو في صلاته، فكذلك ينبغي أن يحرص الواحد منا على أن يكون حجه لله، مقصده لله، رحلته لله،
تجرده لله لا لأي غرض من الأغراض الأخرى التي ساهم الوضع ساهم الزمن الحالي في إظهارها، في إبرازها، في التباهي بها، في نشرها، في الترويج لها، في غير ذلك من هذه المعاني. وإلا فجوهر الحج جوهر واحد، المدرسة مدرسة واحدة، الدروس المتعلمة من هذا الحج دروس واحدة. اختلفت الوسائل، اختلفت طرق الوصول، تيسر الحج أكثر بكثير مما كان عليه في الأزمنة الغابرة. وهذا الأمر لا يضر إذا ما راعى الإنسان إخلاصه ونيته وأداءه لهذه الشعائر على وفق ما أمر الله عز وجل وسنى رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. شكرا أستاذ مسعود مياد. دكتور الخميسي بزاز، مع هذه الفروق ومع هذه الرحلة، المدرسة، الحج، يبقى الحج مرتبطا بمناسك الحج أو بقصة الحج التي بالقصة قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، فتبقى هذه المناسك مربوطة بهذه القصة، فما سبب هذا الارتباط؟ بارك الله فيك يا أستاذ حمزة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه رب العالمين ليتم به الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليتم الدين الذي جاء به الأنبياء والرسل جميعا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي بعثه الله تعالى بالشريعة السمحة، وجاء هذا النبي الكريم بدين الله تعالى، جاء بالإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. فرسالة الرسل والأنبياء جميعا رسالة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتم هذا البناء الذي بناه الأنبياء والرسل. ولكن قبل أن أتي إلى هذا المعنى أستاذ حمزة، إذا أذنت لي سأقول إضافة إلى ما ذكر الأستاذ مسعود، بأن من المعاني الكثيرة التي تغيرت في الحج بين الأمس واليوم، أن الحج الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل وأعظم حج حدث فوق الكرة الأرضية. فالذي حج هو محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل خلق ربي، أفضل خلق الله تعالى على الإطلاق. الذين كانوا معهم هم أنبياء وشهداء وصديقون، هم أفضل القرون على الإطلاق. فالذي الحج الذي كان زمن النبوة هو حج هذا الـ هذا الـ هذا الطهر الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم يمثل فيه الصفاء الأول عليه الصلاة والسلام. الأمة بعد ذلك راحت تنهل من هذا المنهل، من قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وراحت تنشد أداء هذا النسك على الطريقة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس. ومن هنا ظهرت كثير من الكتب التي حاولت أن تعلم الناس الفقه، ظهرت كثير من الأشياء في تاريخ هذه الأمة التي تسهل أمر حج الناس. ظهرت الأوقاف التي بناها الناس في طرقات الحج، لأن الحج كان شاق جدا، وكان الناس يحتاجون إلى كثير من الأوقاف التي من شأنها أن تيسر على الحجاج أداء حجهم، كحفر الأبار وبناء الأماكن التي يستريح فيها الحجاج. والمنظومة الفقهية تفاعلت مع الأحداث التي كانت تقع، فكان الناس يتحدثون على إمكان الحج أو عدم إمكان الحج مع وجود الخوف على المال، وجود الخوف على النفس، لأن الحياة ليست لم تكن بالسهولة واليسر المتواجد اليوم. وكانت رحلة الحج رحلة يقضي فيها الناس أشهر طويلة بل سنوات، يذهبون ثم يعودون بعد ذلك من فجاج عميقة جدا، وربما ذهب الرجل واشتغل سنوات ثم يعود بعد ذلك إلى أهل بيته، ولا وسيلة للاتصال بينه وبين من تركهم.
خلفهم الناس، فإذا كانت رحلة الحج رحلة مختلفة تماما على رحلة الحج التي تدوم الآن ساعات فقط. تفاعل منظومة الفقه الإسلامي مع هذا الحج الذي من مظاهر التي لم تعد موجودة اليوم، أنه كان الحج قديما حيثما وجد في أرض الإسلام كان إذا عزم على الحج يعد راحلته ثم بعد ذلك يخرج في موكب الحجاج لا تحده حدود، لأن هذه الأمة الواحدة كانت تدين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان الاستعمار لما يمتد بعد بيده الخبيثة إلى جسم هذه الأمة ويعمد إلى تقسيمها إلى مجموعة من الدول كما هو الحال الآن. فإذا الحج في رحلة الحج كان أيضا يرى فيه هذه الوحدة تتجسد وهو يعبر كل تلك الأوطان دون أن يضطر إلى أن يتحدث على أنه جزائري أو تونسي أو تركي أو جاء من أي بلد من البلدان. هذه من الأشياء التي تغيرت بين الأمس واليوم. الآن نحن ماذا نفعل في الحج؟ نحن نحاول أن نحاكي قصة نبي من الصادقين من المخلصين ممن ابتلوا ابتلاء عظيما ذكره القرآن الكريم، فقال في نهايته القصة وهو يتحدث على هذا البلاء بأنه بلاء عظيم، ابتلي بلاء كبيرا جدا إبراهيم عليه السلام، ولكن القصة مرتبطة بسيدنا إبراهيم ولكن مرتبطة أيضا بكل أسرة سيدنا إبراهيم، مرتبطة بذلك الولد بزوجي. الصالح، مرتبطة بتلك الزوجة الصالحة، مرتبطة أيضا بهذا الصراع بين الخير والشر، بين الإنسان المؤمن وبين الشيطان الذي يحاول أن يغوي هذا الإنسان. فإذا نحن نجري تلك المحاكاة ونحاول أن نجسد في حياتنا ونحن نؤدي الحج ذلك الابتلاء ونجسد ذلك النصر العظيم الذي أحرزه سيدنا إبراهيم وإسماعيل وهاجر وهم يغالبون تلك المعوقات التي حاولت أن تصدهم عن ذكر الله عز وجل. نحن نحاول في رحلة الحج أن نستذكر معاني ذلك الوفاء، معاني ذلك الوفاء لهذا البناء الذي هو أول بناء بني فوق كوكب الأرض. المسجد الكعبة بيت الله الحرام هي أول ما بني فوق هذا الأرض. رب العالمين حين أراد أن يعمر الأرض جعل أول بناء يبنى فوقها هو هذا البيت، والبيت هو كان بداية عمارة الكوكب الأرض كله، ولأجل هذا استحق هذا البيت لأنه أول بيت وضع للناس، ولأنه البيت الذي نتوجه إليه بالطاعة استحق من هذه الأمة أن تبعث في كل سنة نخبة من أبنائها من كل أقطار الدنيا حتى يذهبوا ليجددوا هذا العهد وهذه البيعة الرمزية لهذا البيت. وهذا بعيدا عن تلك المعاني التي يذكرها بعض الناس بأننا نذهب إلى بيت مبني من الحجارة وأقدس ما فيه حجر يقبل. قمة التوحيد والعبادة هي الرمزية التي يمثلها هذا البيت الذي جعله رب العالمين مثابة للناس. شكرا أستاذ الخميسي بزاز على هذه الدروس والعبر المستلهمة من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وارتباطها بمناسك الحج. أستاذ مسعود ميات، عندما نقف مع
هذه المدرسة، مدرسة الحج، نجد بأن هناك الكثير من الدروس والعبر. لعل في مقدمة هذه الدروس مدرسة الاتباع والاقتداء، كما سبق وأن فرش لها الدكتور الخميسي بزاز، ومدرسة التوحيد والإيمان. نعم، جزاك الله كل خير. حقيقة أن ارتباط مناسك الحج وفريضة الحج بقصة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر واضح وجلي، ونرى ذلك في كل منسك من مناسك الحج وفي كل شعيرة من شعائر الحج. فنحن نتكلم عن الطواف بالبيت، والذي بنى هذا البيت الذي نطوف به أو رفع قواعده، يعني بالتعبير القرآني باختلاف العلماء في أول من بناه، هل الملائكة أم آدم؟ المهم أن إبراهيم رفع القواعد، فالذي رفع لنا هذه القواعد إنما هو إبراهيم. فطوافنا إذن حول هذا البيت إنما هو اقتداء واقتفاء لأثر إبراهيم الخليل الذي طاف بالبيت قبل أن ينادي في الناس، طاف به وهو يبنيه وهو يعلي شأنه وهو يرفع قواعده. وعندما نتكلم عن السعي بين الصفا والمروة، نحن نتكلم عن هاجر التي سعت بين الصفا والمروة وهي تبحث عن شربة ماء لوليدها، فتسعى بين الصفا وبين المروة. وحتى في ذلك المكان الذي يرمل فيه الحجاج نرمل نحن كذلك، لأنها كان عندما يستبطن بها الواد كانت تجري رضي الله عنها حتى تسرع من أجل أن تنقذ فلذة كبدها. وعندما نتكلم عن رمي الجمرات، نحن نتكلم عن نفس القصة، حيث أن أبانا إبراهيم لما قرر أن ينفذ ما أمره الله عز وجل بذبح ابنه بعد أن استجاب ابنه وأخذ ولده وهو يريد أن يستجيب لأمر ربه ليفدي أو لينفذ ما رآه في الرؤيا، يرمي تلك الجمرات، يرمي سيدنا إبراهيم، ثم يأتي الشيطان إلى هاجر فترميه، ثم يأتي إلى إسماعيل فيرمي، فنحن نرمي إذن. وعندما نتكلم عن الحجر الأسود وتقبيله والإشارة إليه، نتكلم عن ذلك الحجر الذي جاء به سيدنا إبراهيم ووضعه في ذلك المكان، وكان أول ما نزل أبيض مثل الثلج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سودته خطايا بني آدم. عندما نتكلم عن مقام إبراهيم، نحن نتكلم عن ذلك الحجر الذي كان يرتقيه سيدنا إبراهيم وهو يعلي بناء الكعبة المشرفة. وكان ذلك الحجر الذي هو معجزة من معجزات إبراهيم الخليل، أنه يطوف ذلك الحجر يتحرك بإبراهيم ويعلو به إلى أن أكمل البناء. فهذه الشعائر التي نتكلم عنها كلها إذن مرتبطة ارتباطا وثيقا بقصة إبراهيم الخليل. إذن فكوننا نؤدي هذه الشعائر ولا نفهم معناها، لماذا سبعة ولماذا بين الصفا والمروة ولماذا نقبل الحجر الأسود ولماذا نرمي الجمرات ولماذا نذهب إلى عرفة ولماذا نبيت في مزدلفة، نحن لا نفهم حقيقتها وكنهاها، ولكننا نؤديها إيمانا منا بأنه ينبغي علينا أن نستجيب لأمر الله عز وجل بغض النظر فقهنا الحكمة أو لم نفقه الحكمة، علمنا المقصد أو لم نعلم المقصد. والإمام محمد متولي الشعراوي رحمه الله قال إن من حكمة الله عز وجل في إخفاء كثير من حكم العبادات أن نعبده لأنه أمر، لا لتحقيق المقصد أو تحقيق الغاية. ففرق بين أن تعبد الله عز وجل بأداء شعيرة معينة وأنت تعرف حكمتها ومقصدها، علّه قد يكون أداؤك لتلك العبادة تحقيق المقصد الذي قد يكون فائدة لك أو لأولادك أو لبيئتك أو لمجتمعك، وفرق بين أن تؤدي تلك العبادة دون ما أن تفهم مغزاها وأن تفهم حكمتها، ولكن تؤديها لسبب واحد ووحيد وهو أن الله أمرك بذلك. فرق بين أن تقوم لأداء صلاة الصبح في وقتها من أجل أن تستفيد من ذلك الجو الذي يعتبر أطهر هواء في ذلك الوقت فيكون هذا مقصدك في الاستيقاظ، وبين أن تستيقظ لأداء صلاة الفجر لأن الله أمرك أن تستيقظ لأداء صلاة الفجر في ذلك. فهذا هو الفرق بين أن نعرف الحكم والعلل
والمقاصد من أداء العبادة وأن نجهلها. الآن نطوف بالكعبة المشرفة سبعا ونضعها على يسارنا، لماذا سبعا وليست أقل وليست أكثر؟ الله يعلم. نقبل الحجر، لماذا نقبله أو لماذا نشير إليه؟ نسعى بين الصفا والمروة، لماذا سبعا وليست أقل وليست، ولماذا الصفا والمروة؟ نرمي ولعل سبحان الله في إشارة مهمة أخرى، وهي أن هذه الأمور هي كلها عبارة عن حجارة، فالكعبة المشرفة هي حجارة، فنحن نطوف حول حجر ونقبل الحجر اللي هو الحجر الأسود، ونسعى بين الحجر والحجر اللي هو الصفا والمروة، ونقف بعرفات التي هي عبارة عن حجارة، ونرمي الجمرات التي هي عبارة عن حجارة، ونصلي خلف مقام إبراهيم الذي هو حجر. لماذا كل هذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا بذلك. مطلق التسليم لله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة، نستجيب لأن الله عز وجل أمرنا بذلك. عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، علمناها أو جهلناها، لا يفرق عند المؤمن في أدائه لهذه الشعائر التي هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بقصة أبينا إبراهيم. وفيها معنى مهم جدا بالإضافة إلى هذا الاستسلام، وهو الاقتداء وهو الاقتفاء، ولعل هذا الاقتفاء يظهر أكثر ما يظهر عند صلاتنا خلف مقام إبراهيم. مقام إبراهيم هو عبارة عن أثر رجلي سيدنا إبراهيم، فقد أثرت رجلاه في ذلك الحجر الذي كان يعني يسير به وهو يبني الكعبة المشرفة، وبقي ذلك الأثر إلى يوم الناس هذا. فصلاتنا خلف مقام إبراهيم هو مطلق إعلان الاتباع، وكأنه ها هما رجلاه، ها هو أثره الذي بقي وأبقاه الله عز وجل منذ ذلك الزمن، وأنت تأتي لتصلي من ورائه إعلانا لاتباعك لذلك الأثر الذي تركه ولذلك النهج الذي سار عليه وأكده صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد أن ينحرف ردحا من الزمن، ليعيد صلى الله عليه وسلم البشرية إلى الجادة وإلى الاقتداء الحقيقي وإلى النهج الحقيقي الذي سنه وشرعه أبونا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. شكرا أستاذ مسعود مياد. دكتور الخميسي بزاز، هذه عن مدرسة الاتباع والاقتداء بسنة أبينا إبراهيم عليه السلام، فماذا عن مدرسة التوحيد والإيمان؟ بارك الله فيك أستاذ حمزة. الحقيقة الحج واحد من النسك الذي يظهر فيه التوحيد والتسليم لله عز وجل أكثر من أي شعيرة أخرى من الشعائر، ولأجل هذا كان من نسك هذه الطاعة والعبادة أن نعلن هذا التوحيد وأن نعلن هذا الإخلاص، ونحن نتوجه إلى الله عز وجل بهذه الطاعة، فيرتفع النداء من الحجيج إلى رب العالمين وهم يقولون له لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا هذا النداء الذي يتكرر والإنسان يحرم ويقبل على الله عز وجل بالحج أو العمرة يرتفع في آفاق الكون كله، ليعلن بأن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد، وأن العبيد كلهم مفتقرون إلى رب العالمين، ذلك الافتقار الذي يورث الغنى الذي لا يمكن للإنسان أن يتخيله إلا وهو يعلن هذا الفقر بين يدي الله عز وجل، غنى ونصر وولاية يورث هذا التوحيد للإنسان المؤمن كما أورثها لأولئك الصادقين الأولين الذين نقتفي أثرهم كما ذكر الأستاذ مسعود. هل كانت تلك المرأة التي تركت وحدها في الصحراء والتي أعلنت خالص توكلها على الله عز وجل وتوحيدها لله رب العالمين وهي تسأل زوجها وهو يتركها لوحدها في الصحراء مع رضيع، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت لن يضيعنا الله، ولكن انظر حين افتقرت إلى رب العالمين وراحت تسعى
ذات اليمين وذات الشمال، وهي تسأل الله عز وجل المدد والنصر والعون. هل كانت تتصور في لحظة من اللحظات أن يكون هذا الولد الذي كاد أن يهلك من العطش لحظتها؟ هل كانت تتصور أن يكون واحدا من آباء محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس تبيعا إلى يوم الدين؟ أي غنى هذا الغنى الذي يورثه التوكل على الله عز وجل، الذي يورثه الالتجاء إلى الله عز وجل؟ أي عطاء هذا العطاء الذي يعطيه رب العالمين حينما نقبل عليه ونحن نعلن فقرنا بين يدي الله عز وجل؟ كانت تسعى حتى تدرك شربة ماء، وإذا بجناح ملك يضرب الأرض فينبع ماء ما زال مستمرا في العطاء إلى يوم الناس هذا، والناس ما زالت تغرف من ذلك الماء. وذلك الصبي الذي كاد أن يهلك عطشا يصبح واحدا من أنبياء، أعظم الأنبياء والرسل على الإطلاق. هذا التوحيد الذي نعلنه لله عز وجل في تلك اللحظة بمراسيم، كما ذكر الأستاذ مسعود، بمراسيم رب العالمين وضعها، ليس لنا أن نختار، ولكننا نعلم بأن التسليم المطلق لله عز وجل في أن نظهر الولاء والطاعة له هو قمة العبادة. ولأجل هذا سيدنا عمر كان حكيما، نظر إلى الحجر الأسود وقال: والله إني أعلم إنك لحجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. فنحن نقبل ذلك الحجر بتقبيل محمد صلى الله عليه وسلم له، ونشير إليه، ونحن نبدأ طوافنا منه، نبتدئ الطواف ومنه ننتهي من طوافنا بالبيت. نفعل ذلك لأن مراسيم التوحيد التي قررها رب العالمين هي هذه، ولا يمكن لأي إنسان أن يقول بأنه من المفروض أن تكون المراسيم غير هذه. شوف، نعطي مثال ولله تعالى المثل الأعلى. لو أنك ذهبت إلى أي إنسان وأراد أن يستضيفك واختار أن يجلسك في مكان معين وأن يطعمك طعاما معينا، ليس لك ولا لأي واحد من الدعوين أن يقول: كنا نفضل أن نجلس غير هذه الجلسة، وأن نأكل غير هذا الأكل، وأن يكون وليس هذا المتكأ. كلا، بل رب العالمين جل وعلا اختار هذه المراسيم. ألا تلاحظ أخي حمزة أن بعض الزعماء والقادة يقبلون قطعة قماش عليها ألوان تشير إلى راية بلد؟ هل قام واحد من الناس وقال لهم: إنكم وثنيون تقبلون قطعة قماش؟ لم يحدث هذا، ولن يحدث. لما؟ لأن هناك أشياء فيها معنى الرمزية. رب العالمين اختار لنا هذه الرمزيات وطلب منا أن نتبع سننا أولئك الأنبياء الأصفياء الأتقياء الذين رفع الله عز وجل ذكرهم وجعل صنيعهم طاعة متبعة إلى يوم الدين، الذي فعله إبراهيم عليه السلام بعد كل هذا البلاء العظيم الذي نزل به. إن هذا لهو البلاء المبين، كما قال القرآن الكريم: جعل الله عز وجل نهاية ذلك الامتحان كل هذه الرفعة. كل من جاء بعد محمد صلى الله عليه وسلم يحيي ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لما؟ لهذا التسليم، لأجل هذا التوحيد الخالص الذي بذله هذا النبي الذي أقبل على الله عز وجل بكله وأطاع الله تعالى
الطاعة كلها، فكان من ثمرة ذلك أن كان هذا الذي فعله تشريع إلى يوم الدين، ونحن إنما نضحي هذه التضحية التي يقدمها الحجاج والتي يقدمها غير الحاج، إنما نفعل ذلك أسوة بإبراهيم الذي أمره ربه أن يقدم فلذة كبده قربانا ففعل. يعني امتحان عظيم جدا، ولكنه أسلم وابنه لله عز وجل، أسلما كليهما إلى رب العالمين، فشاء الله عز وجل أن يفديه بذبح عظيم. قيل بأن سيدنا إبراهيم عليه السلام في اللحظة التي أراد أن يذبح فيها ابنه أغمض عينيه، فلما فتحهما على كبش عظيم قد ذبح ولم يذبح ذلك الولد. فنحن على أثر هذا الابتلاء نتبع، وهذا الامتحان الذي حدث لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام يحيي فينا هذا التوحيد ويحيي فينا هذا التسليم لله رب العالمين، ونحن نقدم على الطاعة والعبادة. شكرا دكتور الخميسي بزاز. أستاذ مسعود بن إياد، الدروس في رحلة الحج كثيرة، ولعل من بين الدروس التي يتوجب أن نقف عندها مدرسة الأمن والسلم. نعم. ذلكم الدعاء الشهير لسيدنا إبراهيم عليه السلام عندما يقول رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. حقيقة درس الأمن والسلم الذي نأخذه ونتعلمه من مدرسة الحج درس رائع وجميل جدا، وهو مقصد عظيم من مقاصد الحج لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار الموسم الذي تؤدى فيه هذه الشعيرة، فهو موسم الأشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل على الناس وعظم فيها حرمة الدماء وحرمة الاعتداء، فالاعتداء وسفك الدماء فيها هو أعظم جرما عند الله عز وجل من الاعتداء وسفك الدماء في غيرها، وكل عند الله عظيم. ولكن هذه الأشهر الحرم لها خصوصية، وحتى العرب قبل الإسلام كانت تحترمها وكانت تراعيها مع تلاعبهم ببعض الأشهر منها كالنسي، ولكن في مجملها كانت محترمة وكانت مقدرة. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فالملمح الأول من ملامح أن تكون أو أن يكون الحج مدرسة للأمن والأمان هو أنه يقام في أشهر يأمن فيها الناس ويكفون فيها عن القتال ويكفون فيها عن الثارات، فيأمن الناس في ذهابهم إلى الحج في شهر ذي الحجة، ويأمنون في شهر ذي القعدة، ويأمنون وهم في الحج في شهر ذي الحجة، ويأمنون عند رجوعهم من الحج في شهر الله المحرم. فلعظم هذا النسك ولتحقيق الأمن بين الناس جعل هذا الحج في هذه الأشهر. إذن فرمزية أداء الحج في الأشهر الحرم له دلالة كبيرة جدا على أن الحج هو شهر أمن وأمان. الملمح الثاني باعتبار المكان الذي يؤدى فيه هذا الحج، وهو حرم سماه الله عز وجل حرما آمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالإنسان في ذلك المكان الأصل فيه أن يأمن، أن يأمن على نفسه، أن يأمن على ماله، أن يأمن على عرضه، أن يأمن على كل شيء هو له فلا يؤذى، بل إن أمن ذلك المكان قد تجاوز من الإنسان إلى الحيوان، فحتى الحيوان يأمن في ذلك المكان فلا يقتل صيده، وحتى الشجر يأمن في ذلك المكان فلا يقطع شجره، وحتى اللقطة أو الشيء الضائع إذا ما ضاع في ذلك المكان فإنه يبقى آمنا
فلا يقربه أحد، فأي أمان أكبر من هذا؟ فعندما نذهب إلى بيت الله الحرام في الأشهر الحرم وإلى بيت الله الحرام فنحن في زمن حرام وفي مكان حرام. الرمزية الثالثة التي تحقق معنى الأمن وهي حال الحاج وهو يكون محرما حال إحرامه، فحال إحرامه يأمن منه تأمن منه الخلائق كلها، يأمن منه الصيد فلا يصطاد بغض النظر كان في الحرم أو خارج الحرم، يأمن منه الشجر فلا يقطعه بغض النظر كان في الحرم أو خارج الحرم، تأمن منه اللقطة فلا يلتقطها بغض النظر كان في الحرم أو خارج الحرم، بل أكثر من ذلك يأمن منه حتى ما يؤذيه من القمل الذي الناس تتأذى منه وتحرص على إزالته. فعندما يبتلى الإنسان بهذه الحشرات في رأسه فإنها تأمن وما ينبغي عليه أن يقتلها، بل ويأمن منه حتى جلده فما ينبغي عليه أن يجرحه وأن يعامله برفق فيحك جلده دون ما أن يحدث خدشا فيه. فلنا إذن أن ننظر إلى هذه المعاني العظيمة والجليلة التي يعلمنا إياها الحج. فالزمن زمن أمن، والمكان مكان أمن، والحال حال أمن، فهو بحق إذن الحج مدرسة للأمن ومدرسة للأمان. الزمان يعلمنا هذا الشيء، المكان يعلمنا هذا الشيء، الحال يعلمنا هذا الشيء. من أجل ذلك ليحذر الحاج أكثر ما يحذر أن لا يكون سببا أو أن يكون سببا في اللا أمن، لأنه يتعارض مع هذا المقصد العظيم من مقاصد الحج الذي لا يقل أهمية عن مقصد التوحيد الذي كان يتكلم عنه الدكتور. فإذا كنا نذهب إلى الحج ولا نحرص على أن نكون سلما على الناس، أن لا نكون أمانا على الناس، فإننا حقيقة لم نفهم مقصد الحج. عندما نروع أو نخيف أو نأخذ أو نحزن الناس بأي طريقة من الطرق، فحقيقة أننا لم نعرف بعد مقصد الحج وقيمة الحج ودرس الحج وغاية الحج الذي شرع منه. فشرع في زمن أمن وفي مكان أمن وبحال نكون فيه آمنون على أنفسنا وعلى غيرنا. فالذي يعتدي وهو بلباس الإحرام وفي الأشهر الحرام وفي البيت الحرام ثم لا يأمن منه الناس لا من لسانه ولا من يده، فحقيقة هو بعيد كل البعد عن الحج الحقيقي الذي أراده الله عز وجل لنا. شكرا أستاذ مسعود مياد. دكتور الخميسي بزاز، في كل ما تقدم من دروس وعبر من رحلة الحج وارتباط مناسكها بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وبالاتباع والاقتداء والتوحيد والإيمان والسلم والأمان، ماذا يمكنك أن تلخص لنا في ختام هذه الحلقة؟ بارك الله فيك أستاذ حمزة. أنا سأقف عند الصورة التي تحدث عنها الأستاذ مسعود، وهي صورة الحاج حال الإحرام، وهي صورة هذا التجرد الكبير جدا الذي يقبل عليه الحاج بين يدي الله عز وجل. يقبل الحاج وقد تخلص من كل ما له علاقة بالدنيا ومتاعها، فهو يلبس فقط إزارا ورداء ويقبل على الله عز وجل، وكأنه يتحلل من كل متاع الدنيا، يتذكر بأنه مقبل على الله عز وجل في هذه الرحلة، كما سيقبل عليه ذات يوم حال البعث والنشور، يقبل على الله عز وجل وهو مسجى في كفنه، يقبل على الله تعالى وليس معه من متاع الدنيا شيء. وفي هذا المعنى إشارة قوية جدا إلى ما يجب أن يكون عليه الإنسان المؤمن
من تخفف من متاع الدنيا الزائل، لأن هذا المتاع الذي نسعى خلفه ويلهث الإنسان خلفه حينما يموت يتركه بعده ولا شيء من كل ذلك يتبعه إلا عمله الصالح. فهذه الصورة صورة تذكر الإنسان المؤمن بحال البعث وحال النشور وحال الإقبال غدا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، وهي صورة معبرة جدا، وهي صورة في الأعم الغالب يعبر عليها باللباس الأبيض الذي يشير إلى الأمن والأمان، يشير إلى السلام، ولكنه أيضا يشير إلى الكفن، يشير إلى الرحلة الخالدة التي سوف نرحل فيها إلى رب العالمين. الحج رحلة في الأعم الغالب تنتهي بعد شهر أو أقل من شهر، ثم يعود الناس بعد ذلك إلى رحالهم ويعودون إلى أوطانهم، ولكن هذه المدرسة تعلم الإنسان أن يتذكر ذلك اليوم الذي يتجرد فيه من ثيابه ومن كل متاع الدنيا ويقبل على الله عز وجل كما خلقه أول مرة. ولا شك أن هذه الرمزية التي يكون عليها الحاج تغرس فيه كثير من القيم وتعلمه درسا بليغا، وهو الاستعداد إلى يوم اللقاء ويوم الرحيل إلى رب العالمين. شكرا دكتور الخاصي بزاز، شكرا لك الأستاذ مسعود مياد. مشاهدينا الكرام، كانت إذن هذه وقفتنا مع مدرسة الحج من النبوة إلى زمن الناس هذا، تحدثنا فيها عن هذه المدرسة العظيمة وعن الدروس المستلهمة من هذه الرحلة وارتباط مناسكها بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. إلى أن ألقاكم في مجلس آخر من مجالس السيرة النبوية، مجالس تدارس سيرة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.